طيب لاعب اخر من ضمن اللاعبين مؤمن زكريا، وكلام كتير ولغط كتير جدا على مؤمن زكريا. من الاخر، مؤمن زكريا لن يتم قيده في القائمه المحليه للنادي الاهلي. ليه؟ علشان مؤمن زكريا حالته والاصابه بتاعته هتستغرق قد ايه؟ من 3 لـ4 شهور. طيب هل انا من المنطقي ان انا اقيد لعيب عنده اصابه هتستمر معاه 3 أو 4 شهور طبقا للطبيب اللي قال عليه؟ لا طبعا مش منطقي. طيب هل النادي الاهلي كده بيستغنى عن مؤمن زكريا؟ النادي الاهلي ساب مؤمن زكريا كده، باع مؤمن زكريا يعني؟ مش باعه قصدي وداه لنادي تاني، لا باعه يعني خلاص مؤمن انت مصاب احنا مش عايزينك. لا النادي الاهلي مش ده النادي الاهلي، الاهلي ما يعملش كده. الاهلي عمل ايه؟ او هيعمل ايه؟ هيتكفل بعلاج مؤمن زكريا وهيهتم بحالته بشكل كامل جدا جدا جدا. وبعد ما يتم الانتهاء من علاج مؤمن زكريا ويعود ان شاء الله باذن الله معافى من الاصابه بشكل كامل وبنسبه 100%، ساعتها هيكون في كلام تاني. ساعتها النادي الاهلي هيقرر هل هو مؤمن زكريا بالتحديد هيكون في قائمه النادي الاهلي في شهر يناير، ولا الامور هتمشي ازاي. ده كلام سابق لاوانه. لكن دلوقتي في ايه؟ دلوقتي مؤمن زكريا مش هيتم قيده محليا مع النادي الاهلي، ومؤمن زكريا هيتم علاجه على نفقه النادي الاهلي طبيعي جدا، لان النادي الاهلي ما بيسيبش ابنائه كده حتى لو بيمروا بظروف صعبه. وفي الحقيقه مؤمن زكريا بيمر بظروف صعبه جدا نفسيا بالتحديد بسبب الاصابه. اي لعيب مكانه هيبقى زعلان قوي، وايضا هو لاعب مهم جدا ومميز جدا 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 وهداف وكل حاجه، وزي ما حضراتكم شايفين كده الاهداف على الشاشه، جاب اهداف كتير جدا مع النادي الاهلي مؤمن زكريا. فباختصار كده هي دي حاله مؤمن زكريا، او دي الكيس بتاعت مؤمن زكريا، القصه بتاعت مؤمن زكريا هتكون عامله ازاي. فاللاعب هيتم علاجه بالتحديد في الغالب هيكون في المانيا برضه، وهيتم بعد علاجه تقييم مدى احتياج النادي الاهلي لمؤمن زكريا، وده لسه هنعرفه بعد ما ينتهوا 3 أو 4 شهور اللي جايين.